زي ما قلت لكم، المباراة دي كان فيها كثير من القرارات التحكيميه اللي كان عليها نقاشات كثيره جدا جدا. معايا عبر الهاتف الان خبيرنا التحكيمي الكبير كابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد، مشرف ومنور، دايما بسعد بتواجدك معايا. كان صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ كله زي الفل الحمد لله. عظيم، انا هخش معاك في الجد على طول. النهارده في مباراه الزمالك وبيراميدز الدقيقه 14 كان في هدف لبيراميدز. هذا الهدف صحيح هدف ابراهيم عادل؟ نشوف مع بعض. يلا هنعرضهم حالا دلوقتي. الجون هيبقى معانا حالا يا فندم. انطلاقه من رمضان وبعد كده خدها ابراهيم، رجعت رمضان تاني. بعض تمام. الناس احنا مشينا بالهدف اولا، مفيش خطا على لعيب بيراميدز قبل الهدف، وبالتالي وبنتكلم بقى دلوقتي مفيش تسلل على ابراهيم عادل، والهدف هدف صحيح تم احتسابه، وتم في الاول مفيش تسلل هنا، وبنفس الكلام مفيش خطا على ابراهيم عادل لما رجعت لرمضان صبحي ولعب الكرة، مفيش تسلل كمان لابراهيم عادل، وبالتالي بنتكلم ان الهدف هدف صحيح، والمراجعه للهدف مراجعه صحيحه. عظيم جدا. الكره الثانيه كانت في الدقيقه 40 وهدف نادي الزمالك. الهدف ده فيه حاجتين اتنين نتكلم فيها يا كريم. اولا رميه التماس اللي تم احتسابها هي رميه التماس لصالح بيراميدز، الخطا تم احتساب رميه التماس. لو بدانا من الاول بس رميه التماس الاولاني قبل ما نروح للهدف نفسه، رميه التماس اللي استلمت منها دي هي اساسا رميه التماس لبيراميدز وتم احتسابها للزمالك، بس ده نوع من انواع الاستئناف، استئناف اللعب. لا يمكن حكم الفار باي حال من الاحوال يتدخل فيها، وبالتالي بنتكلم هي الخطا موجود، خطا موجود برميه التماس لصالح بيراميدز. يشوف الكره واضحه صريحه اللي لعب الكره لعب الزمالك، وبالتالي كان خطا احتساب رميه التماس كانت لصالح بيراميدز في اللقطه دي. لما تم استئناف الحكم الفار استحاله يتدخل باي حال من الاحوال لما تم احراز هدف. الهدف بقى ما بيتسببوش خطا على الزمالك، على الزمالك ولا تسلل، وبالتالي الهدف هو هدف صحيح من بدايه رميه التماس، من بدايه الاستئناف. لكن كنا لازم نقول انها قبلها كانت رميه التماس لصالح بيراميدز. يعني هدف الزمالك كان من رميه التماس واحتسبت بشكل خاطئ لصالح نادي الزمالك. بالظبط كده. ماشي. في دقيقه 44 كان في مطالبات بضربه جزاء لبيراميدز، اللقطه تبقى معانا حالا يا كابتن جهاد اهي. هو اللقطه دي لا، الاحتكاك اللي حصل هو اللاعب لعب الكره، لعب بيراميدز لعب الكره، هو كان بيطلب ركله ركنيه مش عايز ركله جزاء، هي الكره في الاخر الاحتكاك اللي حصل بعد ما لعب الكره كان احتكاك طبيعي جدا. ما يرقاش الخطا على لاعب الزمالك، اللي في الالتحام حصل، لكن لا يرقى احتساب ركله جزاء باي حال من الاحوال. حتى يبان من اللقطه اللي ورا الجون واضحه جدا ان ما فيش فيها احتكاك يروح ركله جزاء. هنشوفها من ورا الجون، الاحتكاك اللي حصل لا يرقى باي حال من الاحوال الاحتساب خطا على لاعب الزمالك او احتساب ركله الجزاء، وبالتالي استمر اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراه. طيب في الدقيقه 49 كان في مطالبه من لاعبي نادي الزمالك بركله جزاء، كانت في اخر الشوط الاول. تمام. دي لعبه مصطفى شلبي. شلبي لاعب الزمالك، هو الدهس على الكره وسبب السقوط الاساسي، في تلامس حصل من لاعب بيراميدز سامي. لكن التلامس ده لا يرقى جزاء، الاساس السقوط هو الكوره. يعني اللي هنكمل الكلام كده، اللي وقعه هو خلاص كده اتزانه، هو نرجع خطوه بس اللي بالصوره. هتلاقي اتزانه في اللقطه دي خلاص اختل اتزانه، هو كده خلاص راح للسقوط، حصل تلامس من الرجل في الرجل، لكن مش ده سبب السقوط، وبالتالي استمر اللعب، كان قرار صحيح، مفيش ركله جزاء للزمالك في اللقطه دي. طيب الدقيقه 48 كان في مطالبه من لاعبي بيراميدز بضربه جزاء، كره امام حضرتك، هي دي الكوره. تمام. اولا هنرجع بقى للقطه بدايتها قبل ما يحصل الالتحام اللي حاصل، عشان بس نتكلم في نقطه مهمه. اولا اللاعب بيراميدز، نرجع بس هنا بالصوره كريم، نرجع بس للصوره ونقف بس بالظبط هنا، نقف هنا كده. اولا لاعب بيراميدز هو المتقدم على لاعب الزمالك، مفيش اي فرصه للاعب الزمالك ان ينافس على الكوره. ماشي. وبالتالي اي خطا ممكن يحصل، مسك او عرقله او دفع، ده كله هتروح انت بتمنع فرصه محققه لتسجيل هدف، ومفيش فيها اي فرصه للتنافس. وبالتالي بنتكلم ان اللي حصل مسك من الكتف من فوق وعرقله من الرجل من تحت، هي ركله جزاء صحيحه، بعد معروف بالمنظر ده في نص الملعب، ما شافش التفاصيل دي كلها وما احتسبش في الملعب. الفار لما جابه ورى له اللقطه، هي ركله جزاء صحيحه، مسك من فوق، من الكتف من فوق، والرجل من تحت، ومفيش اي فرصه للاعب الزمالك لعب الكره، وبالتالي دي فرصه محققه لتسجيل هدف، منع فرصه محققه لتسجيل هدف بدون تنافس، وبالتالي هي ركله جزاء صحيحه، وكان يجب على الحكم اعطاء لاعب الزمالك كارت احمر. احمر؟
احمر، مش اصفر، لان ما في عندوش فرصه للتنافس. بننزل من الكارت الاحمر يا كريم للكارت الاصفر لما انا كلاعب عندي فرصه ان اتنافس على الكره، اروح للكره واتنافس عليها. هو ما عندوش اي فرصه للتنافس على الكره، وماسك من فوق الكتف من فوق والرجل من تحت، الاثنين حصلوا مع بعض في وقت واحد، ما فيش عنده فرصه للتنافس، لان هي لمسه واحده من لاعب بيراميدز جون، وبالتالي هو لاعب الزمالك ما عندوش فرصه للتنافس، وبالتالي كنا نروح لركله جزاء، وكان النهارده الكارت الاحمر كارت وجوبي في اللقطه دي. وجوبي. طيب هل الخطا ده يعتبر خطا مؤثر اثر على نتيجه المباراه؟ يعني هو خطا من ضمن الخطا المؤثره. على فكره النهارده اخطاء مؤثره كلها في صالح الاهلي وفي صالح الزمالك، يعني عندها كلام النهارده اليوم بالكامل، النهارده كان التحكيم في صالح الاهلي في الماتش الثاني وصالح الزمالك في الماتش الاولاني، الكلام بمنتهى الوضوح قدام الناس كلها. ماشي. دقيقه 71 كان في ضربه حره مباشره لم تحتسب وانذار مستحق على ابراهيم عادل لم يحتسب. نشوف اللقطه. ابراهيم عادل بيرفع ايده. طبعا هو عبد الله السعيد لعب الكره وبعد كده كمل ابراهيم عادل فيه بتهور. كان لازم الحكم يحتسب ركله حره مباشره وانذار لابراهيم عادل، هو ما احتسبش خطا اساسا، وبالتالي نتكلم على خطا موجود بتهور، كان لازم ركله حره مباشره وانذار لابراهيم عادل. طيب في الدقيقه 97 طبعا اللقطه الاكثر اثاره للجدل، هدف بيراميدز الملغي مع نهايه المباراه ليوسف اوباما. الكره دي هل هي تسلل فعلا كابتن جهاد؟ تمام. لحظه لا يعني بس نوقف بس اللقطه ساعه ما يلعب مصطفى فتحي، بس اللقطه العرضيه لحظه اللمس نقف، اللحظه دي هو اللحظه اللي الحكم الفار بياخد فيها اللقطه بيحط النقط. اخر جزء من لاعب الزمالك اللي هو موجود في جوه منطقه الجزاء او رجليه على خط منطقه الجزاء، ده اخر لاعب من الزمالك. اللاعب اللي هناك في الاخر خالص هو اوباما اللي متقدم بجزء من جسمه، لما اترسمت الخطوط على فكره في الامارات اعلى تقنيه في ار موجوده في العالم، وبالتالي لما ترسم الخطوط وتحط النقط بصوره صحيحه بتطلع لك النتيجه وبسرعه، اللي عملها النهارده عاشور بيعملها في مصر، بس السرعه ما تبقاش بالسرعه اللي طلعت بيها النهارده. ليه؟ لان التقنيه المستخدمه هناك هي احدث تقنيه في ار موجوده في العالم مش في الامارات بس. طيب. وبالتالي السرعه اللي حصلت فيها اتخاذ القرار هي سرعه موجوده لكفاءه عاشور اولا، واستخدامه الاجهزه اللي موجوده معاه النهارده بصوره كبيره هي دي اللي برضه ساعدته يطلع القرار صح ويطلع بالسرعه اللي طلع بيها النهارده في القرار ده. ممتاز. نروح لمباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا، والهدف الاول اللي سجله النادي الاهلي عن طريق طاهر محمد طاهر في الثانيه 12. الهدف ده صحيح ولا في اي مشكله؟ الهدف هو امام حضرتك. الهدف اللي كان في الدقيقه الاولى طبعا ما فيش خطا قبل الهدف على لاعب النادي الاهلي، الضغط حصل بصوره قانونيه جدا والاحراز الهدف تم بصوره صحيحه وكانت مراجعه صحيحه من حكام الفي ار، وهدف صحيح تم احتسابه النادي الاهلي. عظيم. الدقيقه 28 كان في مطالبه من نادي سيراميكا كليوباترا بضربه جزاء، والكره امام حضرتك. دي بيرسيتاو احتكاك مع لاعب سيراميكا، هنشوفه من اكثر من زاويه، هل بيرسيتاو عمل خطا يعاقب عليه بركله حره؟ هنشوف اللقطه من اكثر من زاويه، اي على فكره كل الزوايا ما تبينش التفاصيل اللي هتشوفه بالزاويه الخلفيه، الزاويه الخلفيه تشوف هل في خطا من بيرسيتاو على في اللقطه دي، هي دي الزاويه اللي هتبين ان الراجل متفادي تماما الاصطدام بالرجل، وبالتالي ما فيش خطا، ما فيش دفع، ما فيش عرقله، الاحتكاك ده كان احتكاك طبيعي جدا لا يرقى الاحتساب ركله جزاء، واستمر اللعب كان قرار صحيح، وكانت دي مراجعه صحيحه من حكم الفار، ما فيش ركله جزاء لسيراميكا في اللقطه دي. عظيم. ناخد اللقطه اللي بعدها والدقيقه 30 رامي ربيعه خد انذار بسبب التهور. هاتوا اللقطه شباب اللي بعدها على طول. دخول رامي ربيعه في اللقطه اللي جايه، بس احنا خلاص احنا خلصنا اللقطه دي. دخول رامي ربيعه في اللقطه اللي في دي هو دهس على القدم، الفوت ان فوت على الارض بالمنظر ده هو اقصى درجات التهور، وبالتالي الركله الحره لما تم احتسابها هي ركله حره صحيحه على رامي ربيعه، والانذار وجوبي انذار مستحق على رامي ربيعه في اللقطه دي، وبالتالي بنتكلم ان الانذار اللي تم اشاره رامي هو انذار صحيح، والرجل فوق الرجل بالمنظر ده هي اقصى درجات التهور وقرار صحيح من حكم المباراه. طيب الدقيقه 42 ايضا انذار لاكرم توفيق. نشوف اللقطه. نفس الكلام التهور الواضح من اكرم، طبعا هو احمد ما نقلش عينه، في حكام بتنقل العينه ما بتشوفش الخطا اللي بيحصل، ما نقلش عينه وشاف التهور الدخول التهور الواضح من اكرم توفيق، وانذار مستحق وركله حره صحيحه وانذار مستحق لاكرم توفيق في اللقطه دي. طيب في الدقيقه 53 كان في مطالبه من النادي الاهلي
بضربه جزاء. الكره امام حضرتك. بنتكلم احنا عندنا يعني الشوط لما اتشاطت في ايدين موجوده للاعب، الايد اليمين اللي بره الجسم لو الكوره جت فيها هتبقى ركله جزاء صريحه لان ايد مكبره الجسم، الايد الشمال موجوده جوه الجسم مش مكبره الجسم، وبالتالي لما جت الكوره فيها بالمنظر ده استمرار اللعب كان قرار صحيح. لو تختلف القرار لو جت في الايد الثانيه. بص الايد اللي جت فيها الايد الشمال هي الايد اللي موجوده جوه الجسم مش مكبره الجسم، لكن لو راحت الايد اليمين اللي هي بره الجسم دي كان هيعاقب عليها بركله جزاء لان مكبره الجسم، وبالتالي لما جت في الايد اللي هي جوه الجسم مش مكبره الجسم استمر اللعب كان قرار صحيح وكانت مراجعه صحيحه من حكم الفار ومفيش في اللقطه دي ركله جزاء للاهلي. طيب في الدقيقه 54 هدف النادي الاهلي الثاني لطاهر محمد طاهر الهدف امام حضرتك، هل كان في اي مشكله في الهدف؟ الهدف الثاني ما سبقوش اي خطا من لاعبي الاهلي، ما سبقوش تسلل، ما سبقوش اي حاجه ممكن نلغي عليها الهدف، وبالتالي الهدف هدف صحيح تم احتسابه للنادي الاهلي. طيب الدقيقه 75 هل استحق اكرم توفيق انذار ثاني ام لا؟ هي دي الخطا الاساسي في المباراه النهارده اللي بنتكلم فيه، زي ما قلت لك الماتش الاولاني كان الاخطاء في صالح الزمالك والماتش الثاني الخطا اللي موجود في المباراه دي لصالح الاهلي. اكرم توفيق لما راح بالمنظر ده هو قطع تمريره اللاعب كان ممكن تمريره لنفسه في هجمه واعده ومساحه لما راح بايده بالمنظر ده، هو طبعا هو اللاعب كان بيلعب الكره لنفسه سواء لنفسه او لزميله في المساحه اللي رايح ليها ديت والهجمه الواعده بالمنظر ده، واكرم راح بايده عارف راح فين بايده مكبره جسمه وهو اللي قطع التمريره بالمنظر ده يعاقب عليها بانذار. الانذار طبعا هو اكرم ساعه اللاعب لما بيلعب الكوره كان رجليه على الارض ما فيش سلايدنج، وبالتالي هو اللي راح وعمل الحركه اللي عملها دي وهو اللي كبر ايده بره جسمه، وبالتالي بنتكلم على انذار مستحق لاكرم توفيق، ده كان هيبقى الانذار الثاني والطرد، وده خطا المباراه الاساسي اللي موجود مع احمد غندور النهارده. طيب انت قلت لي ان الحكام النهارده كانت قراراتهم لصالح الاهلي والزمالك في المباراتين، ورغم ذلك المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك بعد المباريات قال انه التحكيم المصري ما اداش بشكل جيد وان هو بيطالب بحكام اجانب او حكام اماراتيين للمباراه النهائيه، رايك ايه؟ هو النهارده الاخطاء التحكيميه في المباراتين، الماتش الاولاني كان الاخطاء في صالح الزمالك كلها او معظمها في صالح الزمالك وكانت اخطاء كبيره. الخطا اللي موجود في الماتش الثاني كان موجود لصالح الاهلي اللي طرد اكرم توفيق ما طردش، دي اللي نتكلم عليها في المباراه مجملا هنا ومجملا هنا، الاخطاء مشت في صالح القطبين الكبيرين الاهلي او الزمالك في الماتش الاول والاهلي في الماتش الثاني. احنا طالبنا طول الوقت ان دايما يبقى عندنا ثقه في التحكيم المصري. الماتش اللي جاي ماتش على المحاكي يا كريم، انا بتكلم على التحكيم. الظروف الماتش السوبر واللي حصل في ماتش السوبر والشد العصبي اللي في المباراه، اتمنى ان شاء الله التوفيق للتحكيم المصري لان نجاح الماتش ده بتحكيم مصري هيبقى مفتاح لنجاح الماتش. تتوقع مين يدير المباراه النهائيه يا كابتن جاد؟ لو حكم مصري هيبقى واحد من اثنين، ما هو ما فيش ثالث منهم، هو امين عمر او محمود ناجي. المفاجاه لو حد من الاثنين النهارده اللي لعبه يتكرر ثاني، وده وارد على فكره، مش 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 يعني موجود في التحكيم لو انت ممكن تكرر حكم اللعب النهارده. لكن الاقرب للمباراه هيبقى لو حكم مصري هيبقى امين عمر ووراه محمود ناجي، واحد من الاثنين هيبقى في المباراه النهائيه.